تنحصر في داخل القطاع وانما امتدت الى ساحات محمد اخرى في جنوب هذه لبنان في قبل سوريا. قليل لبعض نعم. اعتراضات المنظومات الدفاعيه لصواريخ ومسيرات اطلقت من ايران على اسرائيل. نسمع لهذه الاصوات الطبيعيه، طبعا هذه الصور في القدس. إذن هذه الصور كانت قبل قليل، صفارات الإنذار دوت في القدس مع سماع دوي انفجارات في سماء القدس. نجمة داود الحمراء الإسرائيلية تقول لم نتلقى أي أنباء عن خسائر بشرية جراء الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران على إسرائيل. هذه إذن الأجواء في إسرائيل اليوم في القدس على وجه التحديد كما وصلتنا قبل قليل.